دون أي جزاءات يفرضها مجلس الأمن عليهم. وعلى ذلك تواصل السلطة القائمة بالاحتلال سياستها المتمثلة في هدم الهياكل والمنازل الفلسطينية، حيث نفذت منذ بداية هذا العام أكثر من 470 عملية هدم، وهم يواصلون جهودهم لتهويد القدس ومواقعها المقدسة. وقد شهدنا مؤخرا اعتداءات من قبل المستوطنين على مسجد الأقصى وعلى منطقة الشيخ جراح. هذه الإجراءات تؤدي إلى تفاقم التوترات وزيادة التصعيد في الموقف. السيد الرئيس، إن الواقع المظلم في الضفة الغربية والقدس الشريف يفاقمه الوضع في غزة. لا نحتاج إلى الإشارة إلى الأرقام، إن التكلفة البشرية واضحة وغنية عن البيان ومروعة. إن هذه الجرائم تتحدث عن نفسها. إن الصور المرعبة التي غمرت شاشاتنا من غزة تنتشر حول العالم. هذه صورة مروعة. إن لم توقظ روح الإنسانية في كل واحد منا فالكلمات ستكون عديمة النفع. سيدي الرئيس، بناء على تعليمات رئيس جمهورية البلاد السيد عبد المجيد تبون، فإن الجزائر بوصفها عضوا مسؤولا في مجلس الأمن وكذلك بدعم من المجموعة العربية، قررت أن تتقدم بمشروع قرار يحث فيه الجميع بهذا المجلس على تحمل مسؤولياتهم ويحدون الأمل. أن يحصل مشروع القرار الموجز هذا على دعم من كل أعضاء هذا المجلس. نحتاج إلى مجلس موحد الصف. نحتاج إلى مجلس به وحدة في الصف مرة أخرى. لأننا إن انتظرنا السلطة القائمة بالاحتلال أن تلتزم طواعية بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن هو أمر لا طائل منه. وقد أوضحت سلطات الاحتلال أنها لن تمتثل للأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية. وبدلا من ذلك فإنهم يواصلون التستر على جرائم القتل ويرتكبون ما يطلقون عليه أخطاء جسيمة. فإن مجلس الأمن هذا مسؤول بموجب المادة 94 بفقرتها الثانية من ميثاق الأمم المتحدة عن كفالة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. ونحن نطالب بأن يطلع المجلس بمسؤولياته القانونية. السيد الرئيس، إن السياسات الحالية للسلطة القائمة بالاحتلال تهدف إلى إفساد تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم وإلى تحقيق هذا الهدف من خلال تقرير مصير وبحرمان الفلسطينيين من أراضيهم وسبل عيشهم ووسائل صمودهم. فإن الحياة في فلسطين
تصبح أمرا لا يطاق. إننا نشهد هجمات متكررة على الأونروا، وهي منظمة ذات دور حيوي لمساعدة اللاجئين، وأكرر اللاجئين، وتأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم. وبعد الفشل مؤخرا في تشويه سمعة الوكالة، السلطات القائمة بالاحتلال بعد ذلك اقترحت مشروع قانون لتصنيف هذه الوكالة الأونروا، لتصنيفها كمنظمة إرهابية، وإزالتها كلية من الأراضي المحتلة. نحن نحذر من هذه الخطوة، وندعو المجلس إلى الدفاع عن هذه المنظمة الحيوية، وذلك من أجل استقرار الشرق الأوسط. وفي خضم هذه العتمة وهذا الظلام، لا يزال بصيص أمل قائما بفضل الاعتراف الدولي المتنامي بالدولة الفلسطينية. هذا الاعتراف إلى جانب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة هو أمر ضروري لترسيخ حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك في مواجهة قوة احتلال عازمة على إبادة الشعب الفلسطيني. أشكركم.